نعتذر عن انقطاع البث، رحت الانترنت، انا بدلت التليفون وبدلت لابيس، يعني نلاحظ انه كان الان المحتجين وصلوا الى ساحة اول ماي، نلاحظ تواجد كثيف لعناصر الشرطة، لكن الغريب انه عناصر الشرطة يعني تم تقليل عدد الشرطة وانسحبوا من هذا المكان. عناصر الشرطة يعني ملاحظ انه كانوا موجودين يعني بشكل اكبر قبل صلاة الجمعة، لكن الان يعني كأنه أعطيت تعليمات بعدم استفزاز المحتجين. على كل حال عدد الشرطة أقل. يعني كما قلنا أنه عدد رجال الشرطة أقل بشكل كبير مقارنة قبل، يعني قبل قليل كان هذا الميدان كله كان مليء بالعناصر الشرطة تقريبا 4 أو 5 صفوف، الآن ما كان حتى صف يعني كلهم. يعني المحتجين الآن يتوجهون من ساحة أول ماي إلى البريد المركزي. بالنسبة اللي عم يتبعوا فينا وما يعرفوش الجزائر العاصمة، كنا في ساحة أول ماي، لهذه ساحة أول ماي، والاحتجاجات تتوجه حاليا إلى البريد المركزي، وممكن تعرفوه باسم ثاني لاغرون بوست، وكنا في شامونيف ورايحين لاغرون بوست. كاين يعني نعتذر ان كان هناك انقطاع في البث، لانه ممكن كاين تشويش على شبكه الاتصالات، لكن لحد الان يعني انا غيرت التليفون والحمد لله البث يمشي بشكل عادي. شعارات حاليا ما كانش عهده 5 يا بوتفليقه، جيبوا البياري جيبوا الصاعقة. يعني البياري بالنسبة لما يعرفش البياري هي وحدة قوة النخبة للشرطة الجزائرية. يعني الشعار الحالي هذا الشعب لا يريد لا بوتفليقة ولا السعي. المسيرة يعني الاحتجاجات خرجت بشكل بسيط كما تبعتوا في الفيديو الأول، والآن راهي تزيد يعني يعني وقت عن وقت. بعد ما مرت عبر بعض الأحياء الشعبية هذا ما أعطى للاحتجاجات زخم. ويبقى الشعار الأبرز هو بوتفليقة يا المروكي، ما كاش عهده 5. بوتفليقة يا المروكي ما كاش عهده 5. بوتفليقة يا المروكي ما كاش عهده 5. بوتفليقة يا المروكي ما كاش عهده 5. يعني بالنسبة للإخوة اللي يحبوا يشوفوا يعني المسيرة من كل جوا نواحيها، هذه البداية، وهي اللي تشوفوا المسيرة إلى غاية هناك. يعني هناك الانطلاقة راهي من ساحة أول ماي، والوصول راهو إلى ساحة البريد المركزي. يعني كل ما المسيرة تمشي عبر أحياء شعبية كل ما يزيد عدد المنضمين إلى هذه الاحتجاجات، بسبب يعني أن هذه الأحياء الشعبية تحوي عدد كبير من السكان وعدد كبير يعني من الرافضين للعهده 5 للرئيس عبد العزيز بوتفليقه.
عبد المنعم شيتور. عبد المنعم العهده وكان المحتال شي شيتور اول مره في حياته يخرج احتجاجات. انا اول مره انا اول مره قاتلك الله. عسنا هذوك ندير لكم تصويره اخرى. عسنا هذوك نوريكم تصويره يعني اكبر واكثر دقه. احنا رانا يعني الان الاحتجاجات راح توصل الى ميدان البريد المركزي بالنسبه لخوتنا اللي ما يعرفوش الجزيرة العاصمة. الاحتجاجات راه تزيد وقت عن وقت وعدد المحتجين راهو في زيادة. بعد ما كان عشرات وقفوهم رجال الشرطة تحولوا إلى مئات والآن ممكن آلاف لأنه تقريبا كل الطريق المؤدية بين ساحة البريد المركزي وساحة أول الماي ممتلئة. يعني بعد ما كانت وقفة احتجاجية لافت انه كل المطالب هي مطالب سياسية وهذا دليل على انه الاحتجاجات ليست اجتماعية ولا اقتصادية ولا عندها علاقة مع اللي كانت تقول الحكومة. الاحتجاجات سياسية محضة متعلقة بترشح عبد العزيز بوتفليقة للعهد الخامسة.